بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كايرو دار. احنا النهارده جايين علشان نترجم اللي احنا قلناه كله في 100 سؤال ان شاء الله باذن الله مش هيخرج عنهم الامتحان بتاع اخر السنه. وانت دايما مع كايرو دار انت في الامان، انت في المقدمه، انت هتجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله. تعالى نبتدي مع بعض نشوف اول نوع من انواع الاسئله اللي هيجي لنا ان شاء الله في الامتحان، اللي هو اذكر المصطلح العلمي. الالكترون جسيم مادي وله خواص موجيه. فاكر انت الكلام ده؟ فاكر انت لما قلنا مبدا الطبيعه المزدوجه للالكترون؟ مبدا الطبيعه المزدوجه للالكترون كان بيقول ان الالكترون جسيم مادي وله خواص موجية اسمها الموجات المادية. طيب، اعداد تحدد طاقة الاوربيتالات واشكالها وطاقتها واتجاهاتها في الفراغ. لو انت فاكر معايا لما خدنا المعادلة الموجية لاخويا شرودنجر ولما حلناها عمل لنا حاجة اسمها اعداد الكم، اللي هي بتحدد لي الاوربيتالات واشكالها وطاقتها واتجاهاتها في الفراغ. المفتاح الذي حل اللغز الذري. فاكر برضو لما خدنا بور وبور عمل او فسر طيف ذرة الهيدروجين وقلنا ان الطيف الخطي او الطيف الذري هو المفتاح الذي حل اللغز الذري، لان احنا قلنا لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف. تشغل الالكترونات المستويات الفرعية ذات الطاقة الاقل اولا ثم الاعلى. انا هستنى انت تقول لي لما خدنا قواعد التوزيع الالكتروني وقلنا في حاجه اسمها مبدا البناء التصاعدي. فاكر مبدا البناء التصاعدي لما قلنا الالكترونات بتشغل الاوربيتالات او المستويات الفرعيه ذات الطاقه المنخفضه اولا ثم الاعلى، ورتبنا المستويات بالجمله اللي انا قلتها لك اللي هي اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. تعال نشوف دي كمية الطاقة أو مقدار الطاقة المكتسبة أو المفقودة عندما ينتقل الإلكترون من مستوى إلى آخر. أنا شايف إن الناس بتحل معاها سهلة لأنها ذاكرت الكلام ده. فاكر لما قلنا الكم أو الكوانتم وقلنا أن الكم أو الكوانتم اللي هو الطاقة اللي بياخدها الإلكترون أو الطاقة اللي بيفقدها الإلكترون عندما ينتقل بين مستويين، وقلنا أن الكم أو الكوانتم لا يمكن تجزئته ولا مضاعفته. الذرة جسيم مصمت متماهي الصغر غير قابل للتجزئة. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده كان اسمه دالتون. بص كده، ذرة دالتون لما قال ان المادة بتتكون من جزيئات والجزيء يتكون من ذرات والذرة كرة مصمتة وذرات العنصر الواحد متشابهة وذرات العناصر مختلفة. كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة مطمور بها عدد من الالكترونات السالبة يكفي لجعل الذرة متعادلة كهربية. سامع واحد بيقول لي دي اسمها ذرة تومسون. تومسون قال ان الذرة كرة موجبة مطمور بداخلها الالكترونات السالبة، شبهناها بالبطيخة مصمتة والبذر اللي جواها او اللب اللي جواها ده هي الالكترونات السالبة. خطوط ملونة تنتج من تسخين الذرات والغازات عند ضغط منخفض وحرارة عالية. فاكر انت لما قلنا الطيف الخطي وقلنا لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف، وعن طريق الطيف الخطي قدرنا نعرف تركيب الشمس لما قلنا ان هي بتتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم. ذرة اكتسبت كم من الطاقة عن طريق التسخين او التفريغ الكهربي. الذرة اللي اكتسبت كم من الطاقة احنا بنسميها الذرة المصارة، لكن الذرة التي لا تفقد ولا تكتسب دي اللي هي الحالة المستقرة، اللي هي أقل حالات الذرة من ناحية الطاقة. المنطقة من الفراغ حول النواة التي يزداد فيها احتمال تواجد الإلكترون. فاكر لما قلنا كلمة الأوربيتال والسحابة الإلكترونية وقلنا أن الأوربيتال هو كل الفراغ المحيط بالنواة داخل الذرة، والمنطقة التي يزداد فيها احتمال وجود الإلكترون دي احنا بنسميها السحابة الإلكترونية.
تعال نشوف نوع تاني من الأسئلة. احنا برضو ماشيين مع بعض وبنفتكر، وانا ما شاء الله سامع ان انتوا بتجاوبوا، انا سامعكم من هنا سامع الإجابات، وان شاء الله بإذن الله انت هتخش الامتحان مش هتلاقي حاجة مختلفة عن اللي احنا بنقول. علل لما يأتي: تستخدم مادة كبريتين الخرصين في الكشف عن جسيمات ألفا الغير مرئية، ليه في تجربة رازرفورد انا حطيت لوح معدني مغطى بكبريتين الخرصين؟ قلنا عشان لما بتسقط عليه جسيمات ألفا بتحدث وميض. شوف الإجابة: لأنها تعطي وميضا عند مكان اصطدام جسيمات ألفا بها، وبذلك يمكن تحديد مكان وعدد جسيمات ألفا المصطدمة باللوح المعدني. طب علل عدم تساوي مقدار الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون بين مستويات الطاقة المختلفة. هفكرك، احنا قلنا كور قال حوالين النواة في 7 مستويات للطاقة، وكلما ابتعدنا عن النواة تزيد طاقة المستوى ويقل فرق الطاقة بين المستويات. اذا مقدار الطاقة اللازم لنقل الالكترون من مستوى لمستوى بيختلف عن مقدار الطاقة اللازم لنقل الالكترون من مستوى الثاني للثالث، بيختلف عن الطاقة اللازمة لنقل الالكترون من الثالث للرابع. ليه؟ لانه كلما ابتعدنا عن النواة تزيد طاقة المستوى ويقل فرق الطاقة بين المستويات. فاحنا كاتبين الإجابة: لأن الفرق في الطاقة بين مستويات الطاقة ليس متساوي، حيث يقل كلما ابتعدنا عن النواة. إلكتروني الأوربيتال الواحد لا يتنافران. برضو أنت بتفتكر معايا في الأوربيتال الواحد احنا بنحط 2 إلكترون وبنحطهم عكس بعض، ليه؟ عشان نقلل التنافر بينهم. فازاي التنافر بيقل؟ قلنا لأن اتجاه دوران أحدهما عكس اتجاه دوران الآخر، وبالتالي المجال الناشئ عن واحد منهم بيختلف أو بيبقى عكس المجال الناشئ عن الآخر، فبيلاشوا بعض، بيلغوا بعض الاثنين. بص كده: لأن لهما غزل متضاد. كلمة غزل متضاد يعني اتجاه حركة واحد منهم عكس اتجاه دوران الآخر، واحد بيدور في اتجاه عقارب الساعة والتاني في عكس الاتجاه، فينشأ بينهما مجالين مغناطيسيين مختلفين فيلاشي كل منهما الآخر. يمتلئ تحت مستوى الطاقة، وكلمة تحت المستوى يعني المستوى الفرعي 4S بالإلكترونات قبل 3D. ليه بنملى 4S قبل 3D؟ فاكر مبدأ البناء التصاعدي لما قال لحضرتك ان انا بملى المستويات الاقل في الطاقة اولا ثم الاعلى؟ فلما يقول لي ليه بنملى 4S الاول، اقول له لان اقل في الطاقة من 3D. يبقى بيملى 4S قبل 3D لان طاقة 4S اقل من طاقة 3D، اهي لان 4S اقل في الطاقة من 3D. يتشبع المستوى الفرعي S بالكترونين بينما يتشبع المستوى الفرعي D ب6. افتكر معايا، احنا قلنا عندنا المستويات الفرعية اللي هي رموزها S B D F، والS في اوربيتال واحد والبي في 3 والدي 5 والF 7. فاذا كان الS في اوربيتال والاوربيتال بيتشبع ب2 الكترون، اما البي فعشان في 3 اوربيتالات بيتشبع ب6 الكترونات. يبقى الاجابة بتاعت ده ايه؟ يتشبع المستوى الفرعي S بالكترونين لانه يحتوي على اوربيتال واحد، بينما يتشبع المستوى الفرعي دي ب6 الكترونات لانه يحتوي على 3 اوربيتالات. نوع ثالث من الاسئله، برضو الحاجات دي او نوعيات الاسئله دي اللي انت ان شاء الله هتلاقيها في الامتحان. قارن بين عدد الكم الرئيسي وعدد الكم الثانوي وعدد الكم المغناطيسي وعدد الكم المخزلي. لما يقول لحضرتك عشان اعمل مقارنة بين الثلاثة دول او بين الاربعة، احنا قلنا ايه؟ انا مش هوريك الاجابة دلوقتي، هنتكلم فيها مع بعض. عدد الكم الرئيسي بيقول انت عندك 7 مستويات للطاقة اللي اكتشفهم بور. عدد الكم الرئيسي بيحدد رتبة المستوى، وبيحدد كمان عدد الالكترونات في كل مستوى حسب العلاقة 2N تربيع. والعلاقة 2N تربيع دي لا تنطبق بعد المستوى الرابع لأن الذرة تصبح غير مستقرة. عدد الكم الثانوي بيقول إن كل مستوى رئيسي بتخرج منه مستويات فرعية. مين اللي اكتشف الكلام ده؟ أخونا سامرفيلد. وعدد الكم الثانوي بيحدد عدد المستويات الفرعية الموجودة في كل مستوى رئيسي. المستويات الفرعية رمزها S B G F.
وقلنا ان عدد الكم السنوي يساوي عدد الكم الرئيسي، بمعنى ان لو المستوى الرئيسي الاول كي في مستوى فرعي واحد، المستوى الثاني في مستويين فرعيين، الثالث في ثلاث مستويات فرعيه وهكذا. عدد الكم المغناطيسي بيقول بيحدد عدد الاوربيتالات في كل مستوى فرعي، واحنا قلنا الاس في اوربيتال واحد شكله كروي متماسك، البي ثلاث اوربيتالات متعامده على بعضها وكل اوربيتال يشبه كمثرتين متقابلتين بالراس. اما الدي فيحتوي على خمس اوربيتالات والاف سبع اوربيتالات. وقلنا ان عدد الكم المغناطيسي اللي هو عدد الاوربيتالات يعني يساوي مربع عدد الكم الرئيسي اللي هو ان تربيع. امال عدد الكم المخزلي؟ انت قلت الاوربيتال الواحد بحط فيه 2 الكترون. عدد الكم المخزلي بيحدد نوعية حركة الالكترون في الاوربيتال اذا كان في اتجاه عقارب الساعة او عكس اتجاه عقارب الساعة. تعال نشوف الكلام اللي احنا قلناه عشان نعرف نقراه. عدد الكم الرئيسي يستخدم في تحديد رقم مستويات الطاقة الرئيسية اللي هي رتبة المستويات، وعدد الالكترونات التي تتشبع بها كل مستوى رئيسي حسب العلاقة 2N تربيع. اما عدد الكم السنوي اللي هو رمزه L اللي اكتشفه سومرفيلد بيستخدم في تحديد مستويات الطاقة الفرعية الموجودة في كل مستوى رئيسي. عدد الكم المغناطيسي بيستخدم في تحديد عدد الاوربيتالات في كل مستوى فرعي واتجاهاتها الفراغية. عدد الكم المخزلي بيحدد نوعية حركة الالكترون حول محوره اذا كان في اتجاه عقارب الساعة او عكسه. تعال نشوف دي كمان برضو بنكمل المقارنة بينهم. عدد الكم الرئيسي بيأخذ اعداد الكم الرئيسية قيم صحيحة من 1 لـ7 عشان انت عندك 7 مستويات اللي هو K, L, M, N, O, P, Q. اما عدد الكم السنوي فاحنا قلنا بيحدد المستويات الفرعية اللي هي رموزها S, B, D, F، وعدد الكم السنوي يساوي الرئيسي. طب عدد الكم المغناطيسي بيحدد عدد الاوربيتالات الموجودة في كل مستوى فرعي، S في 1، P 3، D 5، والF 7. عدد الكم المخزلي احنا قلنا بيحدد نوعية حركة الالكترون، وقلنا ان اي اوربيتال ما بيشيلش اكتر من 2 الكترون. تعال نشوف كمان مقارنة بين جهد التأيل والميل الالكتروني والسالبية الكهربية. يعني ايه كلمة جهد تأيل؟ قلنا ان جهد التأيل هو مقدار الطاقة اللازمة لإزالة او فصل اقل الالكترونات ارتباطا بالذرة المفردة الغازية. اما الميل الالكتروني فقلنا هو مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة الكترون او اكتر. وطبعا الميل الالكتروني بيعبر عن ذرة مفردة، دي مهمة جدا. اما السالبية الكهربية فهي بتعبر عن قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة، ودي بتتكلم عن ذرة مرتبطة مع غيرها. طب لما يقول لي قارن بين انواع التهجين الثلاثة، فاكر في الباب الثالث لما خدنا الميثان والايثيلين والاستيلين وقال لي قارن بين الميثان والايثيلين والاستيلين من حيث ايه؟ من حيث نوع التهجين وشكل المركب والزوايا بين الروابط ونوع الروابط كمان. تعال نشوف كده المقارنة. هنقارن بين SB3 تهجين SB3 وتهجين SB2 وتهجين SB من حيث الاوربيتالات. يعني ايه SB3؟ يعني تداخل اوربيتال من S مع 3 اوربيتالات من B. طب يعني ايه SB2؟ يعني تداخل اوربيتال من S مع اوربيتالين من B. طب يعني ايه SB؟ يعني تداخل اوربيتال من S مع اوربيتال من B. طيب اتفقنا مع بعض ان التهجين بيحدث في نفس الذرة وبين اوربيتالات متقاربة في الطاقة، وعدد الاوربيتالات الداخلة يساوي الناتجة. بمعنى ان لما تقول لي انا خدت اوربيتال من S وثلاثة من B يعني 4 اوربيتالات دخلوا التهجين، يبقى هيطلع 4 اوربيتالات متساوية في الطاقة. اما SB2 فبيطلع 3 اوربيتالات مهجنة، SB بيطلع اوربيتالين 2 مهجنين. طيب في حالة تهجين SB3 الزوايا كانت 109-28، تهجين SB2 الزوايا 120، تهجين SB الزوايا 180. طب الشكل الفراغي في حالة تهجين SB3 كان هرم رباعي الأوجه، في حالة SB2 كان مثلث مستوي، في حالة SB كان خطي. وعند حضرتك كمان خدنا تهجين SB3 ده موجود في الميثان، تهجين SB2 موجود في الإيثيلين، تهجين SB موجود في الإستيلين. احنا كده خدنا أسئلة مقارنة، أسئلة علل، أسئلة مصطلح علمي. لسه في عندنا أسئلة كتير قوي عايزك تفكر في دول وتذكرهم كويس
وهرجع لك تاني في اسئله تانيه جديده. اوعى تبعد بعيد عننا.